استهداف الأمن في العراق اختبار فاشل. البحرين، الانتفاضة المظلومة. بايدن في تجمع انتخابي للديمقراطيين: سنحرر إيران. ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استهداف الأمن في العراق اختبار فاشل، هذا ما قاله رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني. قال: كلما تقدمنا في تقديم الخدمات سنواجه المزيد من التحديات الأمنية، ولا توجد جهة فوق القانون. من يريد اختبار الحكومة بملف الأمن فلا يحاول، لأنه اختبار فاشل. لاحظنا يعني بعيد تشكيل حكومة السيد محمد الشياع السوداني بدأت بعض الأزمات المفتعلة تصعد إلى السطح. لاحظنا بعض الحرائق هنا وهناك، لاحظنا بعض العمليات الإجرامية الجنائية ربما، وبعضها أيضا قد يدخل في باب العمليات السياسية هنا وهناك، وأهم عملية شهدتها بغداد في الآونة الأخيرة حتى الآن هو اغتيال المواطن الأمريكي ستيفن ترويل، وهو مواطن أمريكي عرف بأنه يعمل كعامل إغاثة، وأيضا عرف بأنه أستاذ لغوي، يعني يدرس اللغة الإنجليزية. لكن قبل الولوج في طبيعة هذا العمل الإجرامي المدان بكل المقاييس، يجب أن نذكر بأن معهد واشنطن الذي أسسته وتشرف عليه الآيباك، لجنة العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، حاول أن يستغل هذا العمل لكي يلقي بتبعات ذلك على فصائل المقاومة، وحتى على الحشد الشعبي، وعموما كل أولئك الذين يستهدفهم دائما معهد واشنطن. مثلا نشوف تحت عنوان: الميليشيات المدعومة من إيران تشوه سمعة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعد مقتل مواطن أمريكي بالرصاص في بغداد. وبعدين يقول: بررت أجهزة المقاومة العراقية على الفور مقتل مواطن أمريكي في بغداد من خلال الادعاء بأنه جاسوس. ويجي هذا المعهد ويذكر تغريدات لبعض القنوات الفضائية الداعمة لمحور المقاومة، أو بعض المواقع على وسائل التواصل الاجتماعي الداعمة أيضا للمقاومة، ويزعم بأنها هي التي تبنت فكرة أن يكون هذا المواطن الأمريكي هو عامل إغاثة في منظمة للتنمية أمريكية، وأنه جاسوس، أو أنه أيضا يبشر للمسيحية. ومن فمك أدينك، هذا أمامي تقرير لشبكة CBS الأمريكية. CBS الأمريكية يعلن بأن الذي قتل هو عامل إغاثة أمريكي. يعني نفس الشيء اللي قالته وسائل الإعلام أو الأجهزة التي قال معهد واشنطن بأنها تمثل المقاومة. يقول: قال مسؤولون أمريكيون وعراقيون، يعني هذه المصادر متطابقة. والأهم هو يركز، يعني شبكة CBS الأمريكية تركز على المسؤولين الأمريكيين، قالوا إن مهاجمين قتلوا بالرصاص يوم الاثنين عامل إغاثة أمريكي في مقتل أجنبي نادر في العاصمة العراقية. النادر هنا عن التوقيت، لأنه لم يحصل منذ فترة طويلة مثل هذا العمل الإجرامي الإرهابي، بالنتيجة عمل خلاف ما يعتقد به العراقيون، مهما كان، ما حتى لو كان مبشرا للمسيحية لا يوجد مبرر على الإطلاق لقتله، وكل فصائل المقاومة بريئة براءة الذئب من دم يوسف من هذا العمل الإجرامي.
بعدين يقول قتل الرجل الذي حددته السفارة الأمريكية في بغداد على أنه ستيفن إدوارد ترويل البالغ من العمر 45 عاما، حيث كذا كان يعيش في حي الكرادة. طيب يقول، تقول شبكة CBS الأمريكية، وهذا يناقض تماما معهد واشنطن، وطبعا يظهر لك هذا الأمر الأهداف الخفية من نشر معهد واشنطن لهذا الخبر بهذه الطريقة. وسنجي نتناقش عن الجهات التي تقف خلف هذه العمليات، ولماذا الآن هذا التوقيت، لماذا الآن وحكومة السيد محمد الشيع السوداني لا تزال يعني في أيامها الأولى، وهنالك أيضا ترحيب أمريكي واضح ولافت، بل هنالك ترحيب دولي بحكومة السيد محمد الشيع السوداني. عمل ترويل في مركز لغوي في حي الحارثية ببغداد، كما ورد أنه كان يعمل لدى منظمة غير حكومية أمريكية هي ميلينيوم لخدمات الإغاثة والتنمية. إذن هو يعمل في منظمة إغاثة بالإضافة إلى كونه يدرس اللغة الإنجليزية، وبالإضافة إلى أنه كان يبشر بالمسيحية. هسه هذا هو شبكة CBS الأمريكية تقول. تواصلت وكالة Associated Press، وكالة Associated Press الآن تنقل عنها CBS الأمريكية، يعني عندها مصدر، هم عندنا مصدر التلفزيون الشبكة اللي هي أيضا عندها مصدر غير عراقي، مع المكتب الرئيسي للمنظمة، يعني منظمة الإغاثة مقرها الرئيسي في دهوك في كردستان العراق. تقول لكن السلطات المحلية قالت إنه لم يكن يعمل منذ عامين، يعني صار لسنتين وما يشتغل مع هذه المنظمة، بس المهم هو عضو في هذه المنظمة. كما أخبر المسؤولون يعني الأمريكيون وكالة الأسوشيتد بريس أنه من المعروف أن المنظمة الحكومية تقوم بعمل تبشيري مسيحي إلى جانب أنشطتها التنموية. هسه يقولون لم يكن يعمل سنتين حتى يبرؤوا من قضية أنه ربما يكون قتل كرد فعل من جماعة أو أناس يعتبرونه قام بعمليات تشجع على ارتداد المسلمين وتحولهم إلى المسيحية، مع ملاحظة أن الإسلام لديه موقف من هذا الموضوع، وهذا إن شاء الله سنناقشه في لقاءات مقبلة. يعني حتى لو كان على فرض جدلا أنه قام بهذا الفعل فهو لا يستحق عقوبة الإعدام، لأنه من ينفذ عقوبة الإعدام؟ هل ينفذها كل من هب ودب؟ هذا بالتأكيد على أن الدولة العراقية هي المسؤولة عن حفظ أمن المواطنين والمقيمين. ولهذا الأمريكية في بيانها كانت حذرة جدا، السفارة الأمريكية كانت حذرة جدا وتركت الأمر إلى السلطات العراقية للتحقيق في هذا الموضوع. ليش؟ لماذا فشلوا حتى هذه اللحظة في إثارة الغبار على العلاقات العراقية الأمريكية في عهد السيد محمد الشيع السوداني؟ تعرفون ليش؟ هسه بغض النظر عن الفاعل، نحن بانتظار لجان التحقيق الرسمية، مع ملاحظة أننا ندين اغتيال هذا الرجل، ومع ملاحظة أن القوى التي توصف بأنها قوى للمقاومة أو تدعم المقاومة أيضا أدانت هذا العمل ولم تقم به. وهذا الكلام الذي نسب إلى بعض، يعني قيل أن بعض فصائل المقاومة قامت بهذا العمل للانتقام من استشهاد قائدي النصر الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني، هذا أيضا ليس صحيحا.
الولايات المتحدة الأمريكية أحبائي الآن في مرحلة تبريد الأزمات، وأنا قلت لكم ذلك قبل تشكيل الحكومة، قلت لكم أن الولايات المتحدة وحتى حلفائها الإقليميين والدوليين هم يسعون في الوقت الحاضر إلى أن تكون الاضطرابات أو التوترات في منطقة الشرق الأوسط تحت السيطرة. لهذا قبلوا على مضض راضخين بحكومة السيد محمد الشياع السوداني، وبأن يشكل من يسمونهم حلفاء إيران في الإطار التنسيقي، هذه الحكومة التي سارعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الترحيب بها. هذا موضوع طبعا سنبحثه كثيرا في لقاءاتنا المقبلة، وقلنا لكم في اللقاء السابق أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أهداف، كما أن الحكومة العراقية لديها أهداف، لكن لكل مقام مقال. وكما يقول السيد محمد الشياع السوداني، فإن استهداف الأمن في العراق في هذه المرحلة تحديدا هو اختبار فاشل، ولن يكتب له النجاح، ولن يفت في عضد حكومة السيد محمد الشياع السوداني في فرض الأمن وفي تقديم الخدمات للمواطنين. ابقوا معنا. البحرين، الانتفاضة المظلومة. أحبائي، في مطلع العام 2011، طبعا قبلها ب 2010 أيضا، بدأت ما سميت في تلك الفترة بانتفاضات أو ثورات الربيع العربي. ولاحظتم، تبين يعني بعد كل هذه السنوات كذبة هذه الثورات التي كانت تستهدف دولا محددة لتدميرها، تدمير جيوشها لفرض نمط معين من الإسلام التكفيري وتقديمه كممثل للإسلام في العالم. ولاحظتم عدد هائل كبير جدا من المنظمات التكفيرية نشأت، كلها تدعي الوصلة بليلى، كلها تدعي أنها تمثل الإسلام. فدمرت شعوب، تم تدبير تونس، والآن رجعوا عن تلك الانتفاضة التي سميت بالربيع العربي، تم تدمير ليبيا، ولا تزال ليبيا تعاني من اعتداءات الناتو التي أوجدت أيضا انقسامات داخل المجتمع الليبي، ركزت على الانقسامات القبلية هناك. وأيضا تم تدمير سوريا لولا فضل الله سبحانه وتعالى ودعم الجمهورية الإسلامية، وطبعا بمعية روسيا وقوات حزب الله لبنان والفاطميون ومنظمات وجماعات عراقية. وأيضا هذا الأمر أرادوه في العراق، عراقنا الحبيب، والآن يريدون أن يتكرر أو يحصل في الجمهورية الإسلامية. لكن في البحرين أيضا يعني الناس هم مثل ما طلعت في اليمن، مثل ما طلعت في سوريا، مثل ما طلعت في ليبيا، أيضا خرج الناس في اليمن في البحرين وطالبوا بحقوقهم المشروعة. كل تلك الثورات أو الانتفاضات التي حصلت ما عدا البحرين تمت مواجهتها، ذيك نصروها، دعموها الغرب، دعمها أمريكا، بريطانيا بشكل أساسي وقفوا إلى جانبها، سوريا وحدها. سوريا الآن هذا مؤتمر الأستانة، بعد أيام ستعقد من جولة أخرى في الأستانة. هذه تركيا عضو تعتبر في اجتماع الأستانة إلى جانب روسيا وإلى جانب إيران. تركيا لوحدها تدخل ضامنة ل102 تنظيم إسلامي إرهابي تكفيري، ما عدا جبهة النصرة وعدا تنظيم داعش الإرهابي، هذني 202. وبعدين طبعا هم هذا خلال ما تم يعني عندما تم تدشين اجتماع الأستانة كانت 102، أسأل الله يعلم ايش قد صاروا، ربما اكثر، يعني تفرخ هاي التنظيمات الإرهابية. أقول كل هذه التنظيمات الإرهابية التي زعمت أنها تنتفض باسم الربيع العربي
تم نصرها ووقف الغرب إلى جانبها، ووقفت جامعة الدول العربية إلى جانبها، ما عدا اثنين، ما عدا انتفاضة أنصار الله في اليمن، في اليمن، لأنهم من وجهة نظرهم يعتبرون شيعة زيدية وشيعة إمامية، بالرغم من أن يعني معظم الذين يناصرون أنصار الله هم من الشوافع، من يعني من غير الشيعة، بس لأنهم وقفوا موقفا إيجابيا من محور المقاومة فهذه يجب أن تخمد، وحاربوها ولكنهم فشلوا. الثانية هي البحرين. البحرين ظلمها الجميع بزعم أنها يعني انتفاضة أو ثورة طائفية. يعني يجي يوسف القرضاوي ذهب إلى دار حقه ويعلن علنا، يقول أنا دعمت كل الانتفاضات إلا هذه لأنها في ذو نكهة طائفية. يا بليش طائفية؟ وهي الكارثة أغلب يعني غالبية السكان في البحرين هم شيعة، الأكثرية في البحرين هم سكان شيعة، فمن الطبيعي عندما وخاصة في الأسابيع الأولى لاحظنا هذا دوار اللؤلؤة اللي بعدين اقتحموه بقوات يسموها قوة الجزيرة بقيادة المملكة العربية السعودية، وعملوا حمامات دم، شارك فيها أيضا سنة، شارك فيها علمانيون، شارك فيها البحرين. أنا قلت لكم في لقاء سابق البحرين تتميز بأنها يعني هذا الشعب في البحرين شعب واعي، يتعاطى القضايا المصيرية العربية القومية حتى اليسارية بمنطلق إيجابي، شعب يعني شعب حيوي وعنده عدد كبير من التنظيمات السياسية آنذاك، شاركت في انتفاضة فبراير 2011، لكن لأن الشيعة هم الأغلبية فمن الطبيعي أن نجد أن الصفة الأغلبية تطغى أو تطفو على السطح. يعني في المناطق الشيعية خب شيعة يطلعون مظاهرات، زين المناطق الأخرى اللي بيها سنة هم بيها شيعة وهم الأغلبية، فمن يطلعون مظاهرات خب راح تشوف أنت هنالك أيضا مشاركة كبيرة من الشيعة. وحتى يعني حتى الملك البحريني وقع في مأزقين كبيرين خلال هذه الفترة الماضية. المأزق الأول عندما أوكل إلى لجنة سميت بلجنة بسيوني، وهو أوكل الملك إلى هذه اللجنة لكي تقوم بإجراء تحقيق فيما جرى في تلك الفترة في البحرين، وخصوصا فيما يتعلق بالاتهامات لإيران. ولاحظتم أنتم وسائل الإعلام العربية والعالمية خاصة في منطقة هاي منطقتنا المملكة العربية السعودية ووسائل إعلامها الطائفية المقيتة كانت تركز على والله الجيش الحرس الثوري الإيراني يدعم يتدخل يذهب يشارك في المظاهرات، الإعلام الإيراني يحرض، ومن هذا الكلام الذي لم يثبت في لجنة بسيوني، لجنة ملكية رسمية أسسها الملك قالت بأنه لا إيران لا الحرس الثوري ولا الإعلام الإيراني ضالع أو متورط في هذه المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها البحرين. الورطة الثانية قبل أيام لاحظناها في هذا المنتدى الذي سمي بمنتدى التسامح والحوار بين الشرق والغرب، بين الإسلام والمسيحية. استضافت البحرين البابا فرنسيس، استضافت البحرين شيخ الأزهر، على والله تعالوا كلهم جاءوا يتحدثون عن التسامح في البحرين، التسامح في البحرين، وغالبية الشعب البحريني في السجون مضطهد، محكومون بالإعدام، سلبت منهم الجنسية المواطنة، وأعطيت بدلا من ذلك إلى مواطنين هنود، باكستانيين، عراقيين، إيرانيين، بس لأنهم سنة بلوش يعني وغير البلوش اللي لأنهم سنة. شوفوا هذا بس من هو الطائفي؟ إذن هل الانتفاضة في البحرين طائفية لو ممارسات السلطة البحرينية طائفية؟ 38 مسجد لأنها مساجد شيعية،
ذكرت لكم في اللقاء السابق هدمت عن بكرة أبيها. الآن هنالك استعدادات على أساس للانتخابات المقبلة، وجرت يعني الانتخابات المقبلة في خارج البحرين، دائما تجرى يعني الانتخابات في الدول في السفارات الدول للجالية. اليوم روح أشوف الصور اللي تم بثها، مثلا الجالية البحرينية في الباكستان يدلون بأصواتهم في الانتخابات البحرينية، كلهم باكستانيين، باكستانيين يروحون بس أعطوهم جنسية والله، لأنه هؤلاء من السنة حتى يقوموا بتغيير الديموغرافية والتركيبة السكانية في البحرين. قبل يومين عقد هنا في لندن مؤتمر مهم جدا للمعارضة الوطنية في البحرين، شارك فيه ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير وحركة أحرار البحرين الإسلامية وحركة الحريات والديمقراطية التي تعرف اختصارا بحق. المؤتمر هو باسم مؤتمر الإعلان الدستوري الذي دشنوا فيه مشروع المعارضة السياسي الجديد الموازي لهذه الانتخابات الصورية التي ينظمها النظام الحاكم في البحرين، وذلك بهدف أن يوجدوا حلا يساعد السلطات نفسها للخروج من المأزق الذي وقعت هي فيه عندما تعاملت مع انتفاضة الشعب البحريني ورغبته في تحقيق حقوقه القانونية والدستورية المشروعة عن طريق القمع وسلب الهوية وأحكام الإعدام. الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في تجمع انتخابي للديمقراطيين بمناسبة الانتخابات النصفية التي جرت مؤخرا، قال سنحرر إيران. هذا الكلام أثار رد فعل غاضب ليس فقط من الحكومة في الجمهورية الإسلامية بل حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه مثل هذا التصريح يتجاوز التصريحات السابقة لنفس الرئيس الأمريكي التي صيغت بعناية حتى لا تشير إلى تورط أمريكي مباشر في الاضطرابات التي تشهدها إيران بتحريض مباشر من أجهزة أمريكية معروفة، بل حتى من بعض المسؤولين الرسميين سواء في الحكومات في الحكومة الحالية أو في الحكومات السابقة، مثلا المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتن علنا يتحدث عن تسليح هؤلاء المثيري الشغب، تسليحهم، ويقول إنهم حصلوا أو يتم تسليحهم عن طريق تهريب الأسلحة من كردستان العراق، حط عليها خط. لكن مباشرة بعد هذا التصريح من الرئيس الأمريكي جاء جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي وقال بايدن كان يعبر مرة أخرى عن تضامننا معهم، يعني مع الإيرانيين، يعني تنصل من مسؤولية هذا التصريح الخطير. قال كان الرئيس واضحا جدا بشأن هذا الأمر، سنواصل البحث عن طريق لمساءلة النظام عن الطريقة التي يعامل بها شعبه، لكن بالتأكيد أن هذا التصريح للرئيس الأمريكي هو تدخل سافر وخطير، بل هو بمثابة إعلان حرب على الجمهورية الإسلامية، هكذا فهمته الجمهورية الإسلامية وهكذا يجب أن تتعامل معه الجمهورية الإسلامية. والواضح أن سبب تدخل مجلس الأمن بدلا من وزارة الخارجية مثلا أو البيت الأبيض المتحدث باسم الإدارة الأمريكية هو أن تحرير إيران يعني أن هنالك أمرا خطيرا تعمل عليه الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل
عندما أصدرت الإدارة الأمريكية في عهد كلينتون ما سمي بقانون تحرير العراق، واشتغلوا عليه سنوات إلى أن أسقطوا نظام صدام في 2003 بذريعة البحث عن أسلحة الدمار الشامل، وبعدين قالوا إيجاد الديمقراطية وهذه الديمقراطية ستكون نموذجية في الشرق الأوسط، وكل شيء ما شفنا سوى الدمار والتخريب ومحاولات تقسيم العراق. فعندما يصدر مجلس الأمن القومي الأمريكي تصحيحا أو توضيحا لتصريح الرئيس بايدن فلأنهم رأوا أن في الأمر شيئا خطيرا. الرئيس الأمريكي تحدث عن تحرير إيران أحبائي، وكان يمكن للمتحدث باسم الرئاسة كما قلت لكم أن يدلي ببيان يقول فيه مثلا أن تصريح بايدن لم يتم فهمه بشكل صحيح أو فهم بشكل خاطئ أو يقدم التصريح أو يتجاهل الأمر. فلماذا صدر ذلك من مجلس الأمن القومي، ولماذا تعاملت إيران مع هذا التصريح بجدية كبيرة، وخرج الرئيس إبراهيم رئيسي وقال نحن تحررنا منكم، الشعب الإيراني تحرر منكم بشكل كامل في ثورة فبراير 1979، وتحرر الشعب الإيراني منكم في العام 1953 عندما تآمرتم مع المخابرات البريطانية، المخابرات الأمريكية والمخابرات الخارجية البريطانية على إسقاط حكومة محمد مصدق المنتخبة ديمقراطيا. إيران في الفترة الأخيرة وجهت تحذيرا جديا للدول المتورطة في الاضطرابات الأخيرة، المملكة العربية السعودية، الكيان الصهيوني بشكل خاص، وخرج قائد الحرس الثوري وأطلق تحذيرات جدية وقال لن نسكت، وشمل ذلك أيضا كردستان العراق. ولاحظتم كما قلت لكم جون بولتون علنا يتحدث ويقول أسلحة تأتي، السوشي يقول هذه الأسلحة تم الاستيلاء عليها من البسيج، هم البسيج بإيران، بعدين شو يقول ويتم تهريبها إلى المحتجين في المظاهرات من كردستان العراق. اپوزیسیون ایران حالا داره مسلح میشه با اسلحه هایی که از پایگاه های بسیج گرفته، با اسلحه هایی که از نقاط کردستان عراق داره وارد ایران میشه. برای همین فکر میکنم که چشمانداز یک تلاش سیستماتیک اپوزیسیون نه فقط اعتراض بلکه بکارگیری زور و قوه قهریه علیه حکومت با این پیام که ما دیگه غیر مسلح نیستیم. شی میش بشی بس شی واضح أن هنالك أسلحة تأتي من كردستان العراق التي انطلق منها بعض المهاجمين الذين قاموا بعمليات تخريب بأوامر مباشرة من تنظيمات انفصالية كردية موجودة في الكردستان العراقي. فمجلس الأمن القومي أخذ تهديدات إيران بأنها سترد على محمل الجد، ومن هذا الباب يمكن أن توجه إيران ضربات إلى السعودية سواء إلى حقول النفط أو القواعد الأمريكية أو إغلاق مضيق هرمز. هذا تفسير مجلس الأمن القومي، وطبعا ما يؤدي ذلك إلى أزمة عالمية كبيرة في الطاقة أمريكا ليست في غنى عنها. وأنتم لاحظتم أمريكا اضطرت إلى القبول بحكومة محمد الشياع السوداني لأنها لا تريد أن تواجه أزمة حادة فيما يتعلق بالطاقة. والآن هي اليوم شفتوا يعني مثلا تصريح لوزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين مع نظيره العماني الذي زار واشنطن وقال يجب أن نعمل على إعادة الهدنة إلى اليمن لأنهم يعتقدون بأن الهدنة في اليمن التي لم يتم تمديدها في الثاني من الشهر الماضي أكتوبر يعني يمكن أيضا أن تواجه بردود فعل من القوات اليمنية، وهذه القوات اليمنية جربوا صواريخها، جربوا طائراتها التي بدون طيار،
وعملياته الانتقامية على العدوان السعودي جربوها في منشآت النفط السعودية. فعلى أي حال أن بايدن ارتكب خطأ كبيرا بهذا التصريح عندما أعلن عن تحرير إيران، فالتقارير الأخيرة تشير إلى تعثر النسخة التي أرادوا تكرارها الأكثر تطورا مما يسمى بثورات الربيع العربي أو الثورات الملونة أو الثورات المخملية في إيران بذريعة وفاة مهسا أميني، وبعدين طلعت أعمال الشغب وأسلحة وعمليات تخريب استهدفوا الأمن بشكل واضح. زين، هم يريدون كما يزعمون في شعاراتهم المزيد من الحريات، كما يقولون طبعا الحريات التي تتعارض مع الحريات الدينية ومع القيم الإنسانية والأخلاقية، لكنهم يذهبون ويهاجمون بقنابل المولوتوف وبالأسلحة مراكز للشرطة، مراكز الشرطة التي تحافظ على الأمن الداخلي، على النظم في البلاد، وكل ذلك طبعا بتدبير من غرف العمليات المبثوثة هنا وهناك والتي تشارك فيها بحسب الوثائق التي عثر عليها الإيرانيون المملكة العربية السعودية وطبعا الكيان الصهيوني، وليس فقط عن طريق الإعلام والدعاية المضادة والقنوات الفضائية التي أسسوها لهذا الغرض، وعلى رأسها طبعا قنوات تبث بالفارسية، بل حتى عن طريق إرسال الأموال التي عثر عليها وتم القبض على الكثير من أولئك أو الحوالات وطريقة إرسالها. الإيرانيون يراقبون ذلك بدقة وهددوا بأنهم سيردون على تلك الدول التي تعمل على إثارة الاضطرابات في إيران. من هذا الباب فإن الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن القومي تراجع بسرعة عن تصريح بايدن فيما يتعلق بتحرير إيران، لأنهم عرفوا جيدا أن إيران لديها ثقة كبيرة ليس فقط في كبح الاضطرابات المفتعلة في داخلها، بل أيضا في الردع والرد على مصادر النيران. في أمان الله.